وقت من داخل حزب المحافظين. من لندن معي زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي. عصام، أنت موجود أمام قاعة البرلمان، مبنى البرلمان. دعنا نتحدث عن مساءلة بوريس جونسون وعن حجم الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا التقرير المتوقع. التقرير الذي طال انتظاره توني من المقرر أن يتم تسليمه إلى مكتب رئيس الوزراء اليوم أو غدا حسب ما كان مقررا قبل التطور الأخير بالأمس، عندما أعلنت شرطة العاصمة لندن عن بدء تحقيق مستقل حول خروقات وانتهاكات قد تكون حدثت في مقر رئاسة الوزراء خلال العامين الماضيين. بوريس جونسون أصر خلال المساءلة اليوم على أنه بانتظار التقرير، وأن هذا التقرير سيضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بما جرى في 10 داونينج ستريت، لكن نواب المعارضة يعني ظلوا يصرون على ضرورة أن يقدم بوريس جونسون استقالته، واتهموه بأنه خدع الناس وأنه استهتر بل واحتقر الشعب وأنه كذب على البرلمان كما قال بعض النواب الذين طلب منهم رئيس الجلسة سحب هذه العبارة التي لا تليق بالخطاب البرلماني. لكن جونسون أصر على أن التقرير الذي سينشر سيكشف كل شيء، وقال إنه واثق من أن هذا التقرير سينهي هذه سيفتح صفحة جديدة، وطلب بدلا من ذلك التركيز على الأمور الهامة كما قال مثل التعافي من فيروس كورونا والأزمات الدولية مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وما نراه الآن من هذه التداعيات التي يعني تهز العالم بشكل كبير. هذا أبرز ما جاء اليوم في مساءلة رئيس الوزراء، ونحن بانتظار الكشف عن تقرير سوغري في وقت لاحق، قد يكون اليوم أو غدا. من ويستمنستر في وسط لندن زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي، شكرا جزيلا لك عصام.